أبنائي طلاب الشهادة الإعدادية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع تكملة لما بدأناه من منهج التربية الإسلامية، ونبدأ بمراجعة الجزء الثاني من مادة التربية الإسلامية، ونبدأ بدرس الرسول الزوج الوفي. نبدأ بسؤال مهم. السؤال بيقول: من القائل كان يخسف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم؟ من القائل هنا؟ طبعا القائل هي السيدة عائشة. القائل هي السيدة عائشة. كان يخسف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم. يبقى القائل، طبعا سؤال مهم جدا في الامتحانات النهائية. بعد ذلك انتقلنا إلى سورة النبأ، وعرفنا أن سورة النبأ بدأت بالاستفهام عما يتساءلون. يبقى بدأت سورة النبأ واستهلت سورة النبأ بالاستفهام، وكان الغرض من الاستفهام التشويق والتفخيم والتعظيم عما يتساءلون. تناولت سورة النبأ 6 أفكار. الأول، قررت حقيقة البعث بعد الموت. رقم 1، حقيقة البعث بعد الموت. بعد ذلك تناولت سورة النبأ دلائل قدرة الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. بعد ذلك انتقل من دلائل قدرة الله عز وجل إلى ذكر البعث، ذكرت البعث. بعد ذلك انتقلت إلى جزاء الكافرين، بعد ذلك جزاء المتقين، بعد ذلك تحذير الطغاة من كفرهم. هكذا تناولت سورة النبأ 6 أفكار للدرس. بعد ذلك انتقلنا إلى درس الرحمة، وهنا سؤال مهم: من راوي حديث الرحمة؟ طبعا راوي حديث الرحمة هو أبو هريرة. معنى كبد رطبة. كبد رطبة من المعاني المهمة جدا في الامتحان. كلمة كبد رطبة أي المخلوق الذي لا يزال حيا. كبد رطبة مرة أخرى، المخلوق الذي لا يزال حيا. كلمة خفه بمعنى حذائه. خفه بمعنى حذائه. عندي كلمة يلهث بمعنى يخرج لسانه من شدة العطش. بعد ذلك انتقلنا إلى الإسلام دين وعقيدة، دين وعقيدة وعمل. وعرفنا تعريف العمل، مهم برضه، هو ما يقوم به المسلم من قول أو فعل. طب العمل على ما يشتمل؟ بيشتمل على العبادة والمعاملة والسلوك. تاني، العمل إيه هو؟ هو ما يقوم به المسلم من قول أو فعل، ويشمل العبادة والمعاملة والسلوك. نأتي إلى 3 تعريفات مهمة جدا. تعريف العبادات يأتي في الامتحان، يقول لك: هي الأعمال والأقوال التي يقوم بها المسلم تقربا إلى الله تعالى. ويديك اختيارات: العبادات ولا المعاملات ولا الآداب؟ تقول المعاملات، العبادات. مرة أخرى، هي الأعمال والأقوال التي يقوم بها المسلم تقربا إلى الله عز وجل، العبادات. بعد ذلك، هي ما يتبادل به المسلمون المنافع بينهم وفق الشرائع والقوانين، المعاملات. تاني السؤال، هي ما يتبادل به المسلمون المنافع بينهم وفق الشرائع والقوانين، طبعا المعاملات. بعد ذلك، ما دعا إليه الإسلام المسلمين من سلوكيات وأخلاق، الآداب. تمام كده؟ بعد ذلك ننتقل إلى قصر الصلاة، وبرضه أسئلة العبادات لابد أن يأتي منها 3 فقرات أو 4 فقرات في الامتحان. طبعا قصر الصلاة، الصلاة الرباعية إلى 2، طبعا هي الصلاة الرباعية 2. مسافة قصر الصلاة هي 84 كيلو مترا. تاني، مسافة قصر الصلاة 84 كيلو مترا، وهي عبارة عن 4 برد. شروط قصر الصلاة مهمة جدا: أن يكون السفر مباحا، أن ينوي قطع المسافة مسافة واحدة، أن يشرع في السفر بالفعل. عندي كمان أن لا ينوي الإقامة 4 أيام فما أكثر. تمام؟
برضو يأتي في الامتحان ما الحكم؟ رجل خرج يبحث عن ضالته، واحد عنده مثلا سيارته ضاعت، هل يجوز له قصر الصلاة؟ لا يجوز له قصر الصلاة لأنه مش عارف هيلاقيها إمتى، إذن فلا يجوز له قصر الصلاة. رجل خرج يبحث عن ضالته لا يجوز له قصر الصلاة. طبعا نأتي إلى السيرة عمر بن الخطاب، سيدنا عمر رضي الله عنه. طبعا أسلم سيدنا عمر، طبعا من الذي لقى عمر بن الخطاب وهو ذاهب إلى بيت أخته؟ طبعا الذي لقى عمر بن الخطاب هو نعيم بن عبد الله. نعيم بن عبد الله هو من التقى عمر بن الخطاب وجعله يغير وجهته من الذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام محاولة منه للفتك بالنبي، وذهب إلى بيت أخته عندما قال له أن أخته وزوجها قد أسلموا، فغير وجهته. بعد ذلك استمع عمر بن الخطاب إلى سورة مؤط عند إسلامه إلى سورة طه، استمع إلى سورة طه وأسلم عمر بن الخطاب في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم عندما ذهب إلى النبي بعد سماعه القرآن الكريم من سورة طه على يد الخباب. بعد ذلك انتقلنا إلى الإسلام دين يسر وسماحة. ما مظاهر يسر الإسلام للمسلمين؟ طبعا في الوضوء أباح لنا التيمم، في الوضوء يسر الإسلام لنا أنه أباح لنا التيمم، في الصلاة أنه جعل لنا قصر الصلاة، في الصيام أنه أباح الفطر للمريض والحائض، تمام. بعد ذلك في الزكاة بلوغ حد النصاب، من مظاهر يسر الإسلام في الزكاة بلوغ حد النصاب، في الحج أنه جعله مرة واحدة في العمر. طبعا في سؤال مهم، صح أم خطأ؟ أجاز الإسلام للمسلمين التعاون والتعامل مع أهل الأديان الأخرى، صح ولا غلط؟ طبعا الإجابة صحيحة، أجاز لنا التعامل معهم في العلوم، مبادلة العلوم، كذلك أباح لنا الأكل من أهل الكتاب إلا الأكل على الطريقة الشرعية أو الأكل الشرعي الذي أحله الله عز وجل. صوم رمضان عندي شروط وجوب، سؤال مهم جدا في الامتحانات، في شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة مع بعض. من شروط وجوب الصلاة الصوم هي البلوغ والقدرة والإقامة. تاني، شروط وجوب الصوم هي البلوغ والقدرة والإقامة. شروط صحة الصوم الإسلام وعدم وجود مانع ينافي الصوم، ده شروط الصحة. أما شروط الوجوب والصحة معا فهي العقل وخلو المرأة من دم الحائض ودخول الوقت. بعد ذلك مريض لا يقدر على الصوم، ما الحكم؟ طبعا حكمه القضاء. حامل ومرضع لا تقدر على الصوم، طبعا القضاء. طب كبير في السن أو الشيخ الهرم، ما يجوز له أو ما حكمه في الصوم؟ حكمه الفدية، والفدية هي إخراج مبلغ مالي عن كل يوم أفطر فيه الصائم. عندي الكفارة، في كفارة صغرى وهي الفدية، وكفارة كبرى وهي للإنسان الذي فطر متعمدا في نهار رمضان دون سبب من الأسباب، وهي عتق رقبة مؤمنة، صيام شهرين متتابعين، وإطعام 60 مسكين. بعد ذلك الإسلام دين الحرية، الإسلام أعطى للإنسان حرية العقيدة، وطبعا عندما أعطاه حرية العقيدة أعطاه معها حرية العقيدة أن يختار بين الطريق الصحيح والطريق الخطأ، ولكن إذا اختار الطريق الخطأ فذلك سيكون عقابه أن سيكون له جهنم وبئس المصير. طبعا أعطى الإسلام أيضا حرية التفكير وحرية التعبير وحرية التصرف وحرية الوطن والمواطنة. وإلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية مراجعة التربية الإسلامية. طبتم وطابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.